عبد الله سهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي التضامني. إذن اليوم كنديرو افتتاح ديال الجمع العام ديال الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي التضامني لتجديد هياكل الشبكة الوطنية، وكذلك لوضع خطة عمل جديدة ونفس جديد، خاصة وأننا كنجيو بعد آثار ديال جائحة كورونا اللي أثرت على جميع منظمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وبالتالي كنجمعوا الاعضاء ديالنا والمنخرطين ديالنا والخبراء ديالنا لكي نهيئ للسنوات القادمه ان شاء الله، باعتبار اننا خدينا دروس حتى من هذه الجائحه، اهمها ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني ركيزه اساسيه في التنميه المحليه وفي التنميه الترابيه ببلادنا. وبالتالي فهاد اللؤمه ديال جميع الاقطاب وجميع المنخرطين في الشبكه على الصعيد الوطني سيؤكد لنا، ومن خلاله سنحدد يعني الافاق المستقبليه للفتره القادمه، والتي تركز اساسا على البعد الترابي والجهوي للبلاد. نيل الغزوي، امين مال الشبكه المغربيه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اليوم حنا في الجمع عام يعني التجديدي ديال الشبكه المغربيه للاقتصاد الاجتماعي. كما كتعرفوا هي شبكه كتجدد الهياكل ديالها كل 3 سنوات، واليوم حنا في هذه الجلسه الافتتاحيه اللي الهدف منها هو اننا نشوفوا الحصيله ديال الاشتغال ديال هذه الفتره الانتدابيه، كذلك نشوفوا يعني المخطط العمل الاستراتيجي اللي غتشتغل به الشبكه السنوات المقبله، واللي غادي يرتكز اساسا على تقويه المرافعه على هذا النوع ديال الاقتصاد، باش فعلا ناهلوا نموذج مغربي 100% للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللي بطبيعه الحال غادي يرتكز على تقويه المشروع القانون الاطار ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك المشاريع الخاصه بالمؤسسات ديالو. كذلك المحور الثاني هو نعملوا على يعني ادماج هذا الاقتصاد في السياسات العموميه والبرامج القطاعيه، واللي هي تحدي كبير على الحكومه وعلى مختلف القطاعات الحكوميه. كذلك نهتموا بابراز نماذج مبتركه راه في المجالات الترابيه، باش فعلا نخلقوا يساهم هذا النوع من الاقتصاد في خلق مناصب شغل، وكذلك يساهم في بحصه محترمه في الناتج الوطني الداخلي الخام، وسيغتو يعني خلق حركه اقتصاديه في المناطق اللي هي هشه او اللي فيها حدود عندها حدود اقل ديال التنميه. بطبيعة الحال اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية كذلك نكرموا شخصيات اللي عطات الشيء الكثير لهذا الاقتصاد، منهم المؤسسين ديال هذه الشبكة المغربية اللي هي عضو الآن مؤسس ديال الشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كذلك لها العضوية مجموعة من الشبكات الدولية، واللي اليوم كذلك نكرموا فاعلين أو مؤسسات اللي كتشتغل في هذا الاقتصاد، منهم الوزارة ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك المؤسسات ديال لوديكو ديال مكتب التنمية التعاون، وكذلك فاعلين اللي كيشتغلوا في المجالات الترابية. بطبيعة الحال هو هذا الجمع عام كذلك غادي يفرز لنا مجلس إداري جديد اللي غتكون فيه يعني شباب ويكونوا فيه فاعلين في المجالات الترابية، واللي كيمثلوا مجمع التراب الوطني ديال المملكة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.